تستقبل زخارف زاهية ومفارش مائدة بيضاء وزجاجات جذابة الركاب لحظة صعودهم على متن إيسترن إكسبرس، أحد أكثر القطارات استقطابا للرواد في تركيا، للغوص في أجوائه الساحرة والاستمتاع بمناظر الهضاب المكسوة بالثلوج في الأناضول ومنطقة الفرات. ويقدم القطار المعروف محليا باسم توريستيك دوغو إكسبرسي إحدى أكثر التجارب الجديدة الرائجة في البلاد. تشق العربات التسع طريقها حول المسارات الجبلية في رحلة تستغرق 32 ساعة وتمتد على 1300 كيلومتر من العاصمة أنقرة إلى مدينة قارس التاريخية قرب حدود تركيا الوعرة مع أرمينيا وجورجيا. Aslında bir nostalji yaşıyoruz. Daha önce çocuklarımız da bizim dedelerimizin bizi trenle yolculuk yaptırdığı şeyleri tekrar yaşıyoruz. Bizce keyifli olan durum şu. Bir hem seyahat esnasında bir grup halinde seyahat ediyorsanız gruplar birbirleriyle sohbet etme imkanı buluyorlar. İşte yemekli vagonda oturup yemek yemek, sohbet etmek imkanı oluyor. يعمل القطار مرتين في الأسبوع من 30 من كانون الأول ديسمبر إلى 31 من آذار مارس لتحقيق أقصى استفادة من المناظر الطبيعية للجبال المغطاة بالثلوج، ويسلك طريقا هو نسخة مصغرة من تلك الخاصة بالقطار الروسي العابر لسيبيريا.